حاطه ايه؟ لابستيك. اوكي، تعرفي ايه عن ميك اب؟ قولي لي، بتحطي ميك اب؟ كتير. حطي ايه؟ اي شادو وماسكارا. انا مش حاطه روج. حطي لون ايه بقى يا رب؟ بالراحه يا ناي. ها كده خلاص. تفضلي بس اشوف في حاجات هظبطها عشان ما بق. خلاص، احنا ليه بنعمل كده لما نحط الروج؟ عشان نظبطه. طب ما تظبطي الروج. انا لسه عايزه اعرف، انا عايزه لما تكبري هتبقي عايزه تعملي ايه؟ قلت ممثله ومغنيه، قصدي ممثله ومدرسه ورائده فضاء. بس هتطلعي فضاء تعملي ايه؟ هشوف الكوكب. انا ده عايزه بس كده. بتحبيش طيب؟ بحب طبعا. تحبي مين؟ كيمو. اوه، مين كيمو؟ محمد صاحبي. يعني نكمل بقى شو؟ اللي في ايه بقى كيمو؟ حب يعني ايه بالنسبة لك؟ حب يعني حب. يعني ايه حب؟ الزعمة. طيب حب يعني بوس. حب قلب وحضن. اوكي، بقى بتحبي اغاني ايه؟ بحب اغاني نانسي. نانسي عجرم؟ طب غني لي نانسي عجرم. ماشي، ما تغنيش نكهة، غني اغنية كده فرفوشة كده. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات مش بس من الحنية غير تأثير عملية. قلتي لي مانيكير كويس. يلا، وانا عارف ما انا صغير وعارف، وانا اول مرة اجرب. انتي شاطرة. لا لا، استني ما اكمل لك انا ايديك. اوف اوف اوف، ضايع الموضوع انتي. انا عارفة. طيب قولي لهم باي باي. طيب يلا نقول باي باي. باي.